معانا الأستاذ عبد العزيز من القاهرة. السلام عليكم. معلش طولت عليك. معلش يا فندم. لا ما حصلش حاجة. اتفضل يا أستاذ عبد العزيز. الله يخليك. سامعك يا أستاذ عبد العزيز. ليا سؤالين يا أستاذ يا دكتور عمرو. اتفضل اتفضل يا أستاذ عمرو. ألو. أنا سامع حضرتك كويس. ليه؟ يبقى إيه مش عارف المشكلة إيه يا أستاذ عبد العزيز. بتمنى على حضرتك إن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون. أنا لابس. لا. حاضر. هتضرك كل خير يا حاج عبد العزيز. انا لابس قصار قبول لانها تعبان شويه. ربنا يديك الصحه يا رب. طبعا ما بقدرش اصلي لاني في نجاسه. مين قال لك كده؟ دلوقتي بتحاسب على الكلام ده ولا اصلي ولا اكمل ازاي ولا اللي فاتني اصلي ازاي؟ طيب اقول لك حاجه يا حاج عبد العزيز. اول حاجه انت لو مش قادر تروح تتوضى ما عندكش حد ما عندكش ميه تقدر توصل لك. انا يا استاذ عمرو. سامع حضرتك يا استاذ عبد العزيز. انا سمعت سؤالك. انت حضرتك مركب استاره بول ودي بتخليك وكانك فهمت ان انت بدل متصل بالبول يبقى انت مش هتعرف تصلي. لا هتعرف تصلي. فهتعمل ايه؟ لو انت مش قادر تروح تتوضى اتيمم وانت على سريرك وصلي على حالك ده وصلاتك صحيحه. يبقى نعمل ايه؟ لو مش قادرين نتوضى هنتيمم ونصلي على حالنا ده وما تمتنعش عن الصلاه. ده لا مانع من الصلاة. مفيش حاجة أبدا تمنع الإنسان بدل النفس بيدخل ويخرج. مفيش حاجة تمنعه عن الصلاة أبدا. طب اللي فاتك وما صليتوش تعمل إيه؟ صلي مع كل صلاة صلاة وبس. نعم واضح يا حاج عبد العزيز؟ معانا أم سندس من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ نعم وفضل الحمد لله. معلش عندي سؤال لحضرتك يا شيخ. اتفضلي. انا دلوقتي متجوزه بقالي 9 سنين عندي يعني 27 سنه. طيب. ومعايا 3 اولاد واخدت الحقنه اللي هي بتاعه منع الحمل اللي هي بتاعه كل 3 شهور دي. نعم. بتنزل عليا دم يا دكتور كل يعني يوم تنزل دم ويوم لا يوم لا او يوم كده بتقطع عندي كده. طيب استاذه هو ينفع يجوز ان انا اصلي؟ هقول لحضرتك ام سندس. انت عارفه شكل العاده بتاعتك. عارفاها شكلا وريحه ويعني عارفه لونها وعارفه ريحتها وعارفه شدتها صح؟ طيب اذا كان اللي بينزل ده مش زي ده واذا كان ده بسبب الحقنه اللي انت خدتيها يبقى اذا كان ده فتبقى دي اوصافها اوصاف استحاضه. يبقى في الوقت اللي بتنزل عليك الدم ده اللي هم بيسموه الستات ده نوع من انواع النزيف. فاذا كان بينزل ده وهو انت قادره تميزي دم الحيض يبقى خلاص اللي هتتوقفي عن الصلاه وعن الصوم في وقته هو الوقت اللي هو بتاع دم الحيض والباقي ده هيبقى استحاضه وتتوضئي لكل صلاه. ماشي. طب ما يا شيخ بيبقى ساعات ينزل كتير وساعات يبقى قليل يعني. إيه؟ يوم يبقى قليل يعني ويوم بيبقى كتير. فانا مش عارفه افرق بين دوت دوره ولا نزيف. ما هو ملهوش دعوه بالشده بينزل كتير ولا لا. انت لو قادره تميزي ما بين الاثنين يبقى خلاص. لو ميزتي ما بين الاثنين اللي بينزل حتى لو بينزل كتير ده يبقى دوت نوع من انواع الاستحاضه. يبقى تتوضئي تطهري المحل وتتوضئي لكل صلاه. خلاص. طيب السؤال الثاني حضرتك. انا طيب. برضو زي ما قلت لك بقالي 9 سنين معايا 3 اولاد. طيب بسرعه بس. جوزي يا شيخ بيكلم واحده على التليفون وبيتكلم معاه كلام قذر جدا. طيب مش قادر اقوله لحضرتك. ده محتاج بقى ايه؟ محتاج قعده. القعده ديت انا يا دكتور اسمعين. طيب قلت لاخواله يعني دخلت اخواله في الموضوع. لا 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 مش قعده. مش قادر يا شيخ. ام سندس القعده مع الاهل ديت مش هتجيب كتير. ممكن تخلي المساله تسوء. حضرتك عتي وتعالي على مركز الارشاد الزواجي بدار الافتاء المصريه وان شاء الله ربنا يجعل مش بس يتفاهم معايا يا دكتور ولا بينا خلافات دايما جامده. لما اعوز حاجه لازم اكلم والدته عشان تخليني يجيب لي الحاجه. حياتنا كلها مشاكل اصلا. ما عشان كده قلت لك ان احنا محتاجين استشاره خبير لان هو ممكن يا ام سندس بس عشان نكون عادلين ممكن يكون هو بيعمل كده. طبعا ده نوع من انواع سوء الاخلاق ونوع من انواع عدم تقوى الله. عمال يقول لي انت يا يعني مسندس. هو واخد ام سندس خلينا نمشي. نعم. واحده واحده لان انا عارف اللي انت بتعمليه دوت مش هيبقى متناسب على الهوا لان احنا كده هنبتدي نقعد نقول حاجات كتيره 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 ودوت من قبيل الفضفضه.
طبعا احنا في حالات الارشاد الزواجي بنعمل ايه؟ بيبقى عندنا بنسمع بس بنسمع واحنا اصلنا نروح على الحل. في اوقات تانية في حاجه اسمها العلاج الزواجي، العلاج الزواجي ده بيبقى بقى ايه؟ بيبقى 11 جلسه من 8 جلسات الى 11 جلسه، بيبقى فيها جزء للفضفضه، تطلعي كل اللي عندك، بس احنا عايزين نعمل حل. الحل ان احنا لازم نعمل وقفه. يبقى الحل فيه ثلاث حاجات، اول حاجه لازم نعمل وقفه، والوقفه ديت مش مع الاهل، لان بعض الازواج لما بيوصل الكلام لاهلهم بيستبيع. انا بكلمكم بالكلام اللي احنا نقدر نفهمه، بدل انت رحت قلت لاهلي خلاص انا ولا هممني اي حاجه، فيبقى الجلسه دي جلسه مع خبراء يمكن ان يصنعوا الحل. الحاجه الثانيه ان انت لازم تقولي له تعالى انا بحبك وانا حريصه على ان احنا نفضل مع بعض، وتبيني ان انت يمكن ان تتجاوزي عما مضى، ولكن بشرط ان احنا نحسن من حياتنا مع بعض. الحاجة التالتة ان احنا لازم نستخدم، لازم الاولاد يكون ليهم دور في الحكاية دي. يعني ايه ما يكون ليهم دور؟ مش قصدي ان انت تستغير الاولاد، لكن حاولي تذكريه بان اولاده دول ممكن يكونوا يضيعوا، ممكن هو يحصل ليه ندم شديد جدا جدا اذا اولاده وصل ان ده يأثر في حياتهم ويخليهم يتعرضوا للضياع. يبقى ثلاث حاجات، ما بقولش نستغل الاولاد ان احنا نخلي الاولاد تعرف الكلام ده، لا، انا قصدي ان انت لازم تضغطي عليه بالاولاد، لان كتير من الاحيين بيبقوا الاولاد هم اللي بيردوا عقول الرجاله لراسهم وحياتهم بتتغير. فاصل ونرجع نكمل اسئلتكم المباركه، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم ومعانا الاستاذ محمود من الاقصر. استاذ محمود اهلا وسهلا. استاذ محمود، محمود مع حضرتك يا دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا حاج محمود. انا من جو الهيمة وبكلم حضرتك، وانا سعيد ان انا بكلم حضرتك بمناسبه العمل الاجنبي الجديد، وتحيات الفريق الاعدادي وجميع العاملين بالتلفزيون المصري بالعمل الاجنبي الجديد، للشعب المصري والامه الاسلاميه جميعا، يا رب ربنا يجعله عام اجنبي سعيد علينا ويرفع الوبا والبلاء من عنده يا رب. ربنا يجعلك من سعداء الدارين ويجعل عام فتح وبركه عليك يا حاج محمود، اتفضل سؤال حضرتك. يا عم الشيخ الله يبارك لك، انا عايزك تدعي لي الله يكرمك ان ربنا يكرمني ويرجعني بيت الحلال يا رب. الله طيب يكرمك يا رب. طيب ربنا ان شاء الله يوسع عليك ويريح بالك ويكتب لك ان شاء الله الاسره السعيده، ويجعلك ان شاء الله من الذين يفرحون بنعمه الله عليهم، ان هو ييسر عليهم امورهم ومبارك لهم يا رب. معانا السيده ام حسن. من السيده ام حسن؟ عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عمرو؟ نعمه وفضل الحمد لله. الله يخليك. لو سمحت عايزه اسالك سؤال في الزكاه. يعني معايا بنت اخويا يتيمه وبنت اختي، وهل دول يعني يستحقوا ان انا اديهم الزكاه؟ بيتعلموا بيتجهزوا مخطوبين يعني. يلا ادي لهم الزكاه وان شاء الله ربنا يضاعف لك الثواب، ان شاء الله يبقى عندك ثواب القرابه وكمان ثواب الزكاه، فان شاء الله ربنا يبارك لك يا حاج ام حسن. الله يبارك فيك، ربنا يحفظكم يا سيدي. طيب يا ساده الحاجة ام حسن، بقول لك بس ان اللي بنمتنع عن اعطائهم الزكاه الاصول والفروع، يعني الاباء والاجداد والاولاد واولاد الاولاد، لكن غير كده ده لما نديلهم من سهم الفقراء والمساكين. يعني ايه؟ لو بنديلهم ده عشان هم مش قادرين يعيشوا ويكملوا عيشتهم، لكن في نفس الوقت لو ان هم مصاريف التعليم مثلا، لا ممكن ندي لهم مصاريف التعليم، مصاريف التعليم، لان دوت هيكون من سهم في سبيل الله. استاذ عبد العزيز، استاذ عبد العزيز معاه تكمله للسؤال، اتفضل يا استاذ عبد العزيز. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، انا كنت قلت لحضرتك ان أيوة انت ايوه دكتور عمرو. ليا سؤال تاني وانت قفلت عليا السؤال. طيب انا يعني لعل الخط اغلق بطريقه الخطا. طيب اهلا وسهلا بحضرتك يا حاج عبد العزيز. عايز اقول لحضرتك ان انا راجل سن كبير، يعني انا عندي 74 سنه. طيب ربنا يبارك في حضرتك ويديك الصحه. ربنا يخليك. زوجتي متوفيه بقالها 10 سنين. نعم الله يرحمها. الست دي انا مش عارف اعمل لها ايه عشان اجازيها. تدعي لها في كل صلاه. رغم ان هي بقال قعدت معايا 52 سنه زواج. طيب تدعي لها في كل صلاه، وكل ما تعمل عمل صالح يا حاج عبد العزيز، سواء دعاء سواء صلاه سواء تسبيح سواء صدقه، بعد ما تعمل العمل ده، بعد ما تعمل العمل ده قول كده يا حاج عبد العزيز، بعد ما تعمل اللهم هب
مثل ثواب عمل الصالح لزوجتي، وان شاء الله الثواب يوصل لها يا حاج عبد العزيز.